إذن عن استمرار انتهاكات السلطات في الصين ضد مسلمي الإيغور ودلالات اختيارها لرياضية ذات أصول أوغرية لإضاءة شعلة الأولمبية، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مدير وكالة أنباء تركستان الشرقية عبد الوارث عبد الخالق. أستاذ عبد الوارث، مرحبا بكم. يعني كيف نفهم اختيار بكين لرياضية ذات أصول إيغورية لإضاءة شعلة الأولمبيات؟ لماذا هي دون غيرها وما السبب في ذلك؟ مساء الخير استاذ. اهلا بك سيد الكريم. مساء الخير للمشاهدين الكرام. اهلا بك. حقيقة كما وصف انها وصمة عار، الصين حقيقة لا تستحي ابدا، هي تفننت في الكذب والافتراء حقيقة. فالصين الان تريد ان تجمل صورتها امام العالم بعد مقاطعة الكثير من الدول الأوروبية والدبلوماسيين الحضور إلى افتتاح الأولمبياد في بكين الشتوية. نعم. فالصين أرادت أن تنتهز الفرصة هذه الأولمبياد، فجعلت أن تحمل الشعلة الأولمبية التركستانية، البنت التركستانية. نعم. وكما يقولون في الصحف والمعروفين في هذه القضية أن البنت ليست مشهورة في جانب الرياضة في تركستان أو في داخل الصين، لا يوجد هنالك لديها الميداليات العالمية حتى تعطي الشعلة الأولمبية، ولكن الصين تريد أن تجمل صورتها أمام العالم أن في تركستان الشرقية لا يوجد أي شيء هناك، لا يوجد إشكالية، وإنما شعبها يعيش حرا، وحتى أن التركستانية تحمل شعلة أولمبية العالمية في أولمبيا الشتوية البكيني. فهذا حقيقة يعني تعتبر خداع في الصين، تحاول أن تخدع العالم وأن تخدع الإعلام وأن تخدع الدبلوماسيين والعالم العربي والإسلامي. ولكن الصين اعتبرت ما جرى في الأولمبيات بأنه لحظة تاريخية بالنسبة لها، لكن أتتها الإجابة من صحيفة نيويورك تايمز، وتحدثت هذه الصحيفة عن محاصرة بكين للرياضيين بأشخاص يحثونهم على التحدث عن سجلها الحقوقي. السؤال هنا، أليست هذه محاولة لتسييس الأولمبيات من قبل بكين أستاذ عبد الوارث؟ نعم حقيقة ليس للرياضيين فقط، وإنما هناك الإعلاميين الذين ذهبوا من خارج إلى الصين، هم يعني مراقبين للإعلاميين، ليسوا يعني متحركين على راحتهم، وهم ليسوا أحرار مثل ما يتحركون في الخارج، وإنما مراقبين جدا، يعني يشتكون 80-90% من الإعلاميين الذين ذهبوا يغطوا هذه الأولمبية في بكين، يشتكون من مضايقاتهم الحرية في بكين. حتى هناك لا يمكن أن تحدث عن قضية تركستان عن الأويغور وإلى آخره. الصين أخي تستخدم كل الأساليب التي في أيديهم حتى يعني تمنع العالم، حتى يعني لا يعرفون عن موضوع قضية تركستان الشرقية. فلذلك سواء كان جانب الدبلوماسيين أو جانب الإعلاميين أو جانب الرياضيين أخي، يستخدمون كل الوسائل والأساليب الذين يعني يفهمونها الصين، لا يعرفون الدبلوماسيه ولا حقوق الانسان ولا يعني العلاقات الدوليه ولا علاقات الدبلوماسيه، لاجل مصلحتها تفعل كل ما تريد. طيب استاذ عبد الوارث، هناك من يلقي اللوم على اللجنه الدوليه، حيث يقولون كيف يمكن للجنه الدوليه بالاصل ان توافق على قيام الالعاب الاولمبيه في الصين؟ الا يعتبر هذا نسفا لكل معاني الأولمبيات ورسالته الإنسانية، وبالتالي اعتراف بشكل أو بآخر بالانتهاكات التي تقوم بها الصين ضد الإيغور المسلمين؟ حقيقة أخي الكريم، أن سواء كان أن منظمة الحقوق الإنسان وكذلك اللجنة الأولمبية وغيره من المؤسسات الكبيرة في العالم أخي تخضع على الضغوط الصينية، لأن الصين تستخدم الأموال هي كسلاح أمام المنظمات الدولية، سواء كان المنظمات الحقوقية أو منظمات أولمبية أو غيرها من المنظمات. يعني كثير حتى
منظمات الحقوقية، هناك أشياء كثيرة خضعت على الضغوط الصينية، من ضمن الذين اللجنة الأولمبية أيضا خضعت الضغوط الصينية ووافقت على يعني بدء هذه الفعاليات الأولمبية في بكين. فلذلك أخي يعني ليس من الغريب أن اللجنة الأولمبية أنها يعني تخضع ضغوط الصين، ولكن كما قلت أنه يعني من العيب أن اللجنة الأولمبية توافق مثل الدول الصينية الإرهابية تقتل آلاف المسلمين وتسجن آلاف المسلمين وتهدم آلاف المساجد وإلى آخره، الظلم الذي يعيشون الشعب التركستاني في داخل تركستان الشرقية. لا بد أن كان مقاطعة هذه الأولمبية ولا تعطي صلاحية ولا توافق أن يعني تقوم هذه المباريات وأولمبيات في داخل الصين، ولكن مع الأسف الشديد كما قلت أن الصين تستخدم الأموال كسلاح قوي جدا أمام المنظمات الدولية والحقوقية وغيرها. أستاذ عبد الوارث، هناك وقفات ومطالبات خاصة في ستوكهولم بتكوين رأي عام يدعو بمحاسبة بكين عن انتهاكاتها ضد مسلمي الإيغور، وبالتالي هم يطالبون بإيقاف هذه الانتهاكات، لكن هنا ما أهمية هذه الوقفات والمطالبات؟ حقيقة أخي نحن أيضا في إسطنبول كنا يوم الجمعة المسيرة السلمية في أمام السفارة الصينية في إسطنبول، وكذلك في عدة محافظات في تركيا، وكذلك في اليابان وغيره من البلدان الأوروبية يوم الجمعة والسبت والأحد، اليوم تستمر ثلاثة أربع أيام، وغدا أيضا تستمر في عدة بلدان العالم لتنديد هذه الجرائم التي تقوم الصين في داخل التركستان الشرقية، وكذلك ننادي مقاطعة الأولمبية الشتوية البكين. فيعني هذه يعني بطبيعة الحال نحن نحاول أن نعبر ما في داخلنا أمام العالم، أمام العالم الإسلامي والعربي، أمام الإعلام، حتى يعرف شعوب العالم أن هناك ما يحدث في تركستان الشرقية التي تقوم الصين تقوم الإبادة الجماعية، ما يمكن أن تقوم مثل هذه الأولمبية أن تقوم في أراضي الصينية التي تقوم بالإبادة الجماعية. هل تعتقد أستاذ عبد الوارث أن هناك اليوم حاجة لتكوين موقف دولي أكبر ضد انتهاكات بكين ضد الإيغور؟ على سبيل المثال، هل تعتقد أن المقاطعة الدبلوماسية لواشنطن للأولمبيات هذه كافية أستاذ عبد الوارث؟ حقيقة أخي بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية وغيره من البلدان الأوروبية قاطعت الأولمبية، كما نعلم أن الدبلوماسيين قاطعوا لم يحضروا إلى الافتتاحية، حتى القنصليين في بكين أعتقد ما حضروا للافتتاحية، ولكن لا تكفي أخي مقاطعة الأولمبيات وإصدار القرار من البرلمانات وإلى آخره، يحتاج هناك تفعيل عملي، تقوم فعل عملي ميدانيا مقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية وإلى آخره، حتى تؤثر، حتى تكون الضغوط على الصين حتى تسحب أيديها من داخل التركستان الشرقي. ولكن مع الأسف الشديد أن بينما تقاطع الدول الغربية الأولمبية البكينية وبينما الدول العربية مثل السعودية وغيرها من العالم العربي والإسلامي يحضرون إلى بكين لافتتاحية هذه الأولمبية أخي صراحة. من إسطنبول مدير وكالة أنباء تركستان الشرقية عبد الوارث عبد الخالق، شكرا جزيلا لكم.